إن شاء الله النهاردة هنبتدي نحل problem set 2 في مادة الـ Physics of Semiconductors. هنقسم الحل بتاع الـ problem set دي على مرتين. النهاردة هحاول أحل معاك أغلب الـ أو كل الـ complete الـ choose وكل الـ true or false، والمرة الجاية إن شاء الله ناخد الـ problems في الفيديو التاني. طيب، عايز بس أنبه على حاجة في الأول، ان انت مفيش اي مشكلة ان انت طبعا تتفرج على الفيديو على كذا مرة. يعني انت لو لقيت في اسئلة على حاجة انت لسه ما ذاكرتهاش او ما وصلتلهاش في المذاكرة، بوز الفيديو او اقفل الفيديو عادي جدا، ذاكر الحتة دي كويس وبتعالى كمل حل. دي حاجة. تاني حاجة عايز انبه عليها، حاول ان انت تبقى بتحل السؤال قبلي، يعني تعمل بوز وتحاول تحل السؤال مع نفسك. لقيت ان انت حليت السؤال خلاص كويس، بتتشك ان حلك او فهمك للسؤال بنفس الطريقة اللي انا بشرحه لك بيها، الا لو سؤال خلاص لقيت نفسك عطلان فيه، ساعتها تسمع الحل اللي انا هقوله لك عشان تحاول تستفيد من الفيديو على قد ما تقدر. طيب تعال كده ناخد اول true or false. Drift velocity is the average velocity of charged particles in the presence of an electric field. طيب انت عارف ان الشارجد بارتكلز بتتحرك جوه اي ماتيريال من غير الكتريك فيلد الاول، حاجه اسمها راندوم ثيرمال موشن. اوكي، خلينا نكتب الاكسبلانيشن بتاع 1 هنا كده، ان اي بارتكل بتتحرك جوه ماتيريال بتتحرك حاجه اسمها راندوم ثيرمال موشن، بتقعد تخبط كده في كل حاجه حواليها بالمنظر ده، حركه راندوم، حركه عشوائيه. بس بنعتبر ان النت موشن دي بكام، يعني في ثيرمال السبيد اللي بتتحرك بيها الشحنة هي سبيد عالية جدا، اوكي، بس كافريج او كفيكتور او كمتجه بكام، بزيرو، صح كده؟ يبقى الفي ثيرمال لما بنتكلم على كلمة velocity، يعني احنا بناخد معانا الاتجاه او الافريج فاليو، الفي ثيرمال مش محسوبة لان الفي ثيرمال الافريج فاليو بتاعتها بزيرو. يبقى بقى مين؟ في حالة وجود electric field يبقى ساعتها فعلا السبيد الافريج اللي الشحنات بتتحرك بيها هي مين؟ هي الدريفت فيلوسيتي اللي بتتحرك بيها الشحنات نتيجة وجودها في الكتريك فيلد. اللي بنحسبها ازاي؟ بنقول ان في دريفت هي عبارة عن، طبعا هي بتتناسب مع الالكتريك فيلد بكونستنت او بثابت تناسب اسمه مين؟ اسمه موبيليتي. يبقى هي عبارة عن الموبيليتي مالتبلايد باي الالكتريك فيلد. طبعا اوعى تنسى حاجة، ان الدريفت فيلوسيتي بتاعت البارتكلز هي نفس اتجاه مين؟ نفس اتجاه الالكتريك فيلد. يبقى أول واحدة عبارة عن true. طيب تاني سؤال، at very high electric fields the electron drift velocity saturates. أيوة دي حقيقة، إن في حالة تعرض الماتيريال electric field عالي، أوكي، at very high electric fields بتبتدي الموبيليتي تثبت، أو بتبتدي الموبيليتي سوري الدريفت سبيد بتبتدي إن هي تساتوريت، أوكي. وتقدر ترجع للمحاضرة هتلاقي فيه جراف بيربط الدريفت سبيد بيربط الدريفت سبيد بالالكتريك فيلد. شكل الجراف عامل ازاي؟ هي حاجة بتزيد بعد كده مع الوقت بيحصل لها ايه؟ بتساتوريت، حاجة زي كده مثلا. تقدر ترجع تاني للمحاضرة تشوف الجراف ده، يبقى برضو الإجابة هتكون true. طيب تالت، هل الموبيليتي بتنكريز بزيادة الدوبينج كونسنتريشن؟ بالتأكيد هتكون الإجابة دي غلط. ليه غلط؟ أنا كل ما بزود الدوبينج كونسنتريشن يبقى أنا بزود أتومز، فالأتومز اللي بتزيد دي تبتدي تعارض حركة الإلكترون، فبالتالي الموبيليتي بتاعت الإلكترون أو قابلية الإلكترون للحركة تبتدي إنها تقل، أوكي؟ كأنك بالظبط زحمة، يعني بتزود الزحمة على الإلكترون فبالتالي الموبيليتي بتاعته المفروض إن هي بتقل. فيبقى الإجابة دي false، المفروض إن احنا نعدل كلمة increase نستبدلها بكلمة مين؟ بكلمة decrease أو decreases. طيب تعالى ناخد الأسئلة اللي بعد دول. رقم 4 بيقول إيه؟ الموبيليتي of electrons inversely proportional مع square root الإفكتيف mass. طيب دي غلط، لأن المفروض إن الموبيليتي QT على M، ده الإيكويجن بتاع الموبيليتي، الموبيليتي QT على M. طبعا احنا لو بنتكلم على موبيليتي of electrons يبقى الإفكتيف ماس بتاع الإلكترونز، فالموبيليتي inversely proportional مع الماس على طول مش مع
السكوير روت اوف ماس، يبقى الإجابة دي هتقول إن هي فولس وتشيل كلمة سكوير روت. طيب رقم 5، هل الكوندكتيفيتي بتزيد بزيادة التمبريتشر؟ ده أكيد، ده ترو. طيب ليه؟ المفروض أومز لو بيقول إيه؟ إن الجي أو الكارنت دينستي هو عبارة عن سيجما في الإلكتريك فيلد، بحيث إن سيجما دي هي عبارة عن ان اي ميو. أوكي، فأنت المفروض تاخد بالك من حاجة، بزيادة التمبريتشر مين بيقل؟ الموبيليتي طبعا بتقل، بس في نفس الوقت رغم إن الموبيليتي بتقل كوندكتيفيتي بتزيد. ليه الكوندكتيفيتي بتزيد؟ لأن الديكريز اللي بيحصل في الموبيليتي بيعوضوا زيادة أكبر بكتير في مين؟ في عدد الكاريرز. أوكي، فبالتالي الانكريز يكسب أو كفة الانكريز تكسب، فالكوندكتيفيتي بتزيد. كل ما بنزود عدد temperature، كل ما لو كانت الماتيريال دي doped بيحصل لها ionization، عدد الدوبينج اتومز بتبتدي تساهم بكاريرز، او لو كانت الماتيريال already ionized بتبتدي بطبيعتها الانترنسيك بيبتدي يتفك كذا بوند فيظهر لك كاريرز اكتر. فكل ما بنزود التمبريتشر ان بتزيد زياده كبيره، بالرغم ان الموبيليتي بتقل نتيجه الكوليجنز اللي بتحصل، يعني الموبيليتي بتقل، بس كاوفرول الكوندكتيفيتي فعلا بتزيد. يبقى الإجابة بتاعت رقم 5 true. طيب اللي بعدها 6، diffusion length of an electron هي ال average distance traveled by that electron under the action of electric field before it undergoes recombination with the hole. طيب الكلام منطقي، إن أنا عندي electron فال diffusion length هي عبارة عن إيه؟ هي length، فهي مسافة، هي ال distance اللي الإلكترون بيمشيها قبل ما يختفي او يحصل له ريكومباينيشن مع هول. فكل الكلام ده ما فيهوش مشكله، ومع ذلك الاجابه فولس. طيب ليه فولس؟ اعتراضي بس على كلمه مين؟ على كلمه under the action of electric field، لان الالكتريك فيلد بيساهم بحاجه اسمها drift current، انما ملوش علاقه خالص بالديفيوجن كارنت ولا ليه علاقه بالديفيوجن لينث. الديفيوجن كارنت او الديفيوجن لينث ليه علاقه بالكونسنتريشن اوف كاريرز. اوكي، ان الكارنت ده بينتج عن ايه، او الشحنات بتتحرك منين لفين؟ الشحنات بتتحرك من الكونسنتريشن العالي للكونسنتريشن الواطي. فيبقى هي الاجابه فولس. المفروض تصلحها ازاي؟ تشيل كلمه under the action of electric field بس مش اكتر، او تكتب without the existence of electric field، without electric field. طيب انت لو كنت diffusion لسه ما اتفرجتش عليها في الليكتشر، تقدر عادي جدا تعدي السؤال ده وتبقى ترجع له تاني في الاخر. طيب number 7 بيقول ايه؟ ال diffusion length of electrons in a semiconductor increases as the electron mobility decreases. طيب تعال كده نشوف، مفروض ان انت خدتها في اخر محاضرة ال diffusion length. اوكي، او هتلاقيها كمان عندك في الفورميلا شيت، يعني هي المفروض عندك في الفورميلا شيت على طول، ان ال equal الديفيوجن لينث equal مين؟ الديفيوجن كونستنت multiply by تاو. لو احنا بنتكلم على هولز يبقى بي، لو بنتكلم على الكترونز يبقى ان. فالمفروض واضح ان ال proportional مع تاو او مع سكوير روت تاو. اوكي، هو هنا مش فارق له السكوير روت، هو بيقول لك بينكريز وخلاص. سوري، دي بينكريز اهي، نعلم عليها. طيب ده كده احنا ربطنا الديفيوجن لينث بتاو. ايه علاقه تاو بالموبيليتي؟ المفروض الموبيليتي كيو تي على ام، الموبيليتي كيو تي على ام، على جنب هنا اهي كيو تي او كيو تاو على ام. اوكي، يبقى انا اقدر افك او على طول اقدر افكر فيها ان التاو والميو هما الاثنين بروبورشنال سوا، يبقى انا اقدر استبدل التاو بميو كبروبورشناليتي كتناسب، اقدر استبدل التاو بالميو، يبقى المفروض ان الديفيوجن لينث بيزيد كل ما الميو ما بتزيد. فنرجع تاني للسؤال، هل الديفيوجن لينث بيزيد كل ما الموبيليتي ما بتقل؟ لا غلط، المفروض ان انا اعدلها واحده منهم، اخليها انكريز اخليها ديكريز او العكس. يبقى الاجابه هنا رقم 7 فولس، المفروض ان انا احط كلمه انكريز بدل كلمه ديكريز، يبقى 7 فولس. طيب بالنسبة لرقم 8، المين لايف تايم فور هولز، اوكي تاو هولز، هل هي ايكوال تاو الكترونز في الانترنسك سيمي كوندكتور؟ اوكي مظبوط، المفروض تاو للماجوريتي كاريرز او الماينوريتي كاريرز. اوكي،
او حتى في الانترنسيك سيمي كوندكتور بنتكلم عن ان الاثنين قد بعض، عدد الالكترونز قد عدد الهولز، اوكي، فيبقى التاو ان هي تاو بي بالظبط، مفيش مشكله خالص. 9، هل الكونديشن ان ويتش الاكسس كارير كونسنتريشن، اكسس كارير كونسنتريشن، اوكي، لفظ اكسس، يبقى انت هنا فهمت ان المساله دي مساله انجكشن، اوكي، ان احنا بنحط انجكشن بالومينيشن بضوء او حاجه زي كده. طيب مسائل الانجكشن فيها نوعين، لو ليفل انجكشن وهاي ليفل انجكشن. اللو ليفل انجكشن ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن دلتا ان اللي احنا بنحطها، اوكي، الاكسس كارير كونسنتريشن ده اللو ليفل انجكشن، يكون اقل من عدد الماجوريتي، ما وصلش لسه لعدد الماجوريتي، لان هو لو زاد عن الماجوريتي بتسميه هاي ليفل انجكشن. فنقرا السؤال تاني، هل لو الاكسس كارير كونسنتريشن ماتش لارجر، يعني اكبر بكتير الثيرمال ايكوليبريم من الماجوريتي كارير كونسنتريشن، هل ده يتسمى هاي ليفل؟ اوكي، يبقى الاجابه هنا فعلا ايه؟ 9 ترو، ان لما عدد الاكسس كاريرز دلتا ان او دلتا بي يعدي بكتير عدد الماجوريتي كاريرز يبقى ده هاي ليفل انجكشن، لو ما كانش عداه او كان ماتش لاس ذان يبقى دي لو ليفل انجكشن. تقدر ترجع للسلايد بتاعت اللو ليفل انجكشن والهاي ليفل انجكشن تفهم فيها اكتر. طيب اخر اسئله، then هل diffusion constant او diffusion coefficient والموبيليتي totally independent عن each other، او يعني ما لهمش اي علاقه ببعض؟ طبعا الاجابه بتاعت 10 هتبقى فولس. ليه فولس؟ لان انت برضو لو بصيت على اينشتاين ريليشن او بصيت على الفورمولا شيت هتلاقي ان في قانون بيربطهم ببعض، في قانون بيقول ان الموبيليتي divided الديفيوجن coefficient equal q على kt، فيبقى هما الاثنين مش independent ولا حاجه، بالعكس في ريليشن اهي بتربط ما بينهم، يبقى الاجابه فولس، وتكتب ان هما they are related to each other by Einstein relations. طيب اللي بعدها، هل الروم temperature resistivity of N type silicon، طيب دي كده نحلها لانها problem، N type اوكي silicon، يبقى انا اقدر اجيب ال Ni بتاعت السيليكون، واقدر اجيب ال energy gap، واقدر اجيب اي حاجة انا محتاجها. With 10 per 16 phosphorus atoms، اوكي، عرفت ان دي مسألة donors، وعرفت ان عدد الدونر اتومز 10 باور 16 اتوم بير سنتيمتر كيوب، اليونت متظبطه بنسبه كبيره. في السؤال ده هنحتاج ان اي، او ممكن ما نحتاجوش، بس اوكي خلينا نكتب ان اي سيليكون 1.5 في 10 باور 10 اتوم بير سنتيمتر كيوب. هل الريزستيفيتي 8.4؟ طيب ازاي نحسب الريزستيفيتي يا جماعه؟ الريزستيفيتي المفروض ان هي الريسبريكال بتاع مين؟ الريسبريكال بتاع الكوندكتيفيتي، والكوندكتيفيتي هي المفروض ان هي مين؟ عدد الكاريرز ان اي ميو، ان اي ميو، او خلينا نكتب الايكويجن الاعم المفروض الريسستيفيتي هي الريسبريكال بتاع الكوندكتيفيتي، والكوندكتيفيتي عندك متقسمه لك كوندكتيفيتي باي ماجوريتي وكوندكتيفيتي باي ماينوريتي. طب هنا مين الماجوريتي عندنا؟ الماجوريتي عدد الالكترونز اللي هو ان دي في الشحنه بتاعه الالكترون في الموبيليتي بتاعه الالكترون، بلس الماينوريتي. مين هي الماينوريتي عندنا؟ هي ان اي سكويرد على ان دي، بنجيبها بالماس اكشن لو، في شحنه الماينوريتي شحنه الهول اللي هي شحنه الالكترون مضروبه في الموبيليتي بتاعه الهول. طيب انا عن نفسي هكنسل ده لان هو ملوش قيمه جنب الماجوريتي، فنحسب الريزستيفيتي على طول، نقول ايه؟ 1 على، عوض ان دي 10 باور 16، عوض بشحنة الالكترون اللي هي 1.6 10 باور نيجاتيف 19. في الموبيليتي بتاعت الالكترونز محتاجين نجيبها، بتروح على الفورمولا شيت تحسب لي الموبيليتي بتاعت الالكترونز، هتلاقيها تقريبا 1250. ايكوال كام الكلام ده؟ الكلام ده يطلع معاك 0.5 اوم سنتيمتر. يبقى عرفنا ان الاجابه فولس، لان الريزستيفيتي مش هتطلع 8.4، الريزستيفيتي المفروض تطلع 0.5 اوم سنتيمتر، فيبقى 11 الاجابه بتاعتها فولس. طيب انا يهمني برضو حاجه هنا، حاول تفتح الفورمولا شيت وشوف رسمه الموبيليتي، هتلاقي عندك جراف كده بيربط حاجتين، في موبيليتي اوف الكترونز وفي موبيليتي
of holes، هتلاقيها منقطة بالمنظر ده كده، جراف حاجة عاملة زي كده. طيب الجراف ده هنا المفروض عدد الايونز اللي موجودة سواء دونرز او اكسبتورز مش فارقة كتير، وهنا الموبيليتي. احنا هنا عندنا مفيش اكسبتورز خالص، فيبقى ان دي بلس ان ايه ب 10 باور 16. حاول تقف هنا على الاكسس ده ب 10 باور 16، وبنتكلم على الماجوريتي اللي هو هنا نوعه الكترونز. تطلع لفوق هنا شوف الموبيليتي كام، في الاغلب هتلاقي الموبيليتي تقريبا 1250 زي ما انا قلت لك. يبقى انت حاول في المساله دي تفتح الفورمولا شيت تعرف انا وصلت الرقم 1250 ده ازاي. طيب 12 continuity equation for holes under steady state condition and constant electric field is given by. طيب ال continuity equation محتاجين ان احنا نركز عليه for holes، فتحاول تجيبه كده من المحاضرة او من كتر الحل اللي بعد كده يحاول يثبت معاك. ال continuity equation بيقول ان dp by dt، احنا هنا بنتكلم طبعا على minority، اوكي؟ يعني لما ركز على الهولز يبقى ده كده minority، يبقى نوع الماتيريال هيبقى n، فيبقى دي بي ان ايكوال مين؟ ايكوال نيجاتيف ميو بي، بي في الـ في الان تايب ماتيريال عندنا، في بارشال الكتريك فيلد باي بارشال اكس، نيجاتيف ميو الموبيليتي ملتبلاي باي الكتريك فيلد المره دي بارشال بي ان باي بي اكس او باي دي اكس. دول مش هيكنسلوا ولا حاجه لان هو قال لي في كونستنت الكتريك فيلد، بس كونستنت الكتريك فيلد يبقى ده اللي يكنسل، تفاضل الاي بالنسبه لاكس يتكنسل لان الاي كونستنت. بعد كده عندنا كمان الديفيوجن كونستنت بتاعنا في التفاضل الثاني بارشل بي باي دي اكس سكويرد. بعد كده في جنريشن جي ال ماينس بي ان ماينس بي ان نود على تاو بي، اوكي؟ طيب اللي هم احنا ممكن من الاخر كده نستبدلهم جي ال ماينس دلتا بي على تاو بي، دول ممكن نستبدلهم نحط بدلهم مين؟ جي بي ماينس ار بي. طيب هنا المفروض الكونتينيوتي ايكويشن اندر ستيدي ستيت كونديشن، ستيدي ستيت كونديشن يعني ما عندكش حاجه بتتغير مع التايم، يعني اقدر ان انا اشيل خالص دي بي باي دي تي احط بداله زيرو. طيب مين هنا او نركز على الايكويشن ده ازاي؟ المفروض ان انت لو سبت ال dp هنا في ناحية لوحده عشان يبقى positive، عشان يبقى زي ده كده positive، سيبته في ناحية لوحده، ال mobility تبقت هناك أو الترم اللي فيها mobility تبقت هناك بال positive مظبوط، بس ال g minus r المفروض لما تبقت هناك تبقى negative g minus r. فيبقى أنا عندي هنا ال positive دي فيها مشكلة، فيبقى 12 هنقول إن هي false. ليه false؟ لأن ال positive اللي علمت لك عليها دي المفروض تكون بال negative. again تعالى نحاول ان احنا الايكويشن ده نبسطه شويه. الحاجات اللي هتتصفر قلنا اي حاجه ما بتتغير مع التايم نصفرها عشان قال كلمه ستيدي ستيت، وكونستنت الكتريك فيلد يبقى نشيل دي اي باي دي اكس ده خالص كده. طيب انا عايز افصل دي بي باي دي اكس في ناحيه لوحده، فانا هاخده من هنا كده مثلا اوديه الناحيه الثانيه، بدل ما اضربه هو في نيجاتيف لا خليه هو بالبوزيتيف عادي جدا، بس اعكس الناحيه الثانيه، خلي دي اللي تبقى بوزيتيف وخلي دول كده هما اللي يتحط قبليهم ايه نيجاتيف بدل البوزيتيف. طيب ادي الليفت هاند سايد هنا موجوده فوق زي ما هي بالظبط، الرايت هاند سايد ترم الميو موجود بالبوزيتيف زي ما هو بالظبط اهو، المفروض ترم الجي ماينس ار يكون موجود هنا بالنيجاتيف، لقيناه هنا بالبوزيتيف عشان كده اخترنا الاجابه فولس، ونعدل البوزيتيف دي نخليها بالنيجاتيف. طيب ده كده بالنسبه للترو اور فولس خلص خلاص. بس بتشيك معاك وبأكد عليك تاني، لما بنكتب continuity equation لهولز تعرف ان نوع الماتيريال n تايب، لان continuity equation بنكتبه على الماينورتي، اوكي؟ وفي المسائل برضو حاول اتشيك على حاجه زي كده بالنسبه لك يعني. طيب بالنسبه لاسئله التشوز، اول سؤال عندنا بيقول ال average velocity of carriers in semiconductor with no erect external excitation. ما دام مفيش external excitation ولا electric field ولا اي حاجه، يبقى بنتكلم velocity دي نقصد بيها مين؟ نقصد بيها thermal motion اللي هي ليها average value بكام؟ ليها average value بزيرو. طيب بعد كده ال mobility of carriers in extrinsic semiconductor بتدبند على مين؟ هل على dimensions ولا على temperature ولا doping ولا على مين؟ ال mobility المفروض
بتتأثر جدا بالتمبريتشر يا جماعة. كل ما التمبريتشر زاد كل ما بقى عندنا اتومز اكتر او بقى عندنا كاريرز اكتر، فده عمل زحمة فالموبيليتي قلت، وكذلك كل ما الدوبينج زاد كل ما الموبيليتي قلت. فعشان كده اخترت هنا depending on temperature and doping. طيب 3 at room temperature and low applied electric field. تمام، low applied electric field يقصد يقول لك ما وصلناش لسه للساتوريشن، اوكي، ان الفيلوسيتي ما سبتتش لسه. هل الدريفت فيلوسيتي ان اكسترنسيك سيمي كوندكتور ايه علاقتها بالثيرمال فيلوسيتي؟ هل هي سمولر ولا هاير ولا ايه بالظبط؟ طبعا سمولر يا جماعه، الثيرمال فيلوسيتي عاليه جدا جدا جدا، هي كافريج فاليو بزيرو، اوكي، لان هي اتجاهاتها راندوم، بس هي كماجنتيود عاليه جدا. فالدريفت فيلوسيتي اكيد سمولر ذان الثيرمال فيلوسيتي، طبعا بنتكلم كماجنتيود. طيب ان جنرال ليه قال لك كلمه لو الكتريك فيلد يا جماعه؟ لان لو ما كانش قال لو ابلايد الكتريك فيلد كان ممكن انت تفكر في ان الالكتريك فيلد عالي جدا، فالدريفت سبيد حصل لها ساتوريشن وبقت قد الثيرمال فيلوسيتي. طيب اللي بعديه، ان جنرال الموبيليتي ات روم تمبريتشر of electrons in intrinsic semiconductors. الموبيليتي at room temperature ايه علاقتها بالميتال؟ اوكي، هو هنا بيقارن حاجتين، بيقارن الانترنسيك سيمي كوندكتور بالميتالز. تفتكر الموبيليتي في انهي ماتيريال هتكون اعلى؟ طيب هنا انت المفروض دماغك هتفكر في ايه؟ هتفكر في ان الموبيليتي بتاع الميتالز ده ميتال، يعني معدن، يعني الموبيليتي فيه المفروض اعلى من اي حاجه في الدنيا. لا، الإجابة غلط، الموبيليتي في السيمي كوندكتورز أعلى من الموبيليتي في الميتالز، أوكي؟ طيب ليه يا جماعة؟ الكارنت مش مجرد موبيليتي، أوكي؟ ودي المفروض أنت من الإلكتريستي في إعدادي أصلا تكون عارف حاجة زي كده. الكارنت يا جماعة أو الكوندكتيفيتي بشكل عام، الكوندكتيفيتي هي حاجتين، هي N E mu، ودي مش فاكر أنت فاكر شرح، يعني شرحتها أنا قبل كده في فريشمان، وانت السنه دي كمان دكتور وائل شرحها لك في الليكتشر. الكوندكتيفيتي بتعتمد على حاجتين، توافر الكاريرز والموبيليتي بتاعت الكاريرز. يعني ما تفرحش ان انت عندك ماتيريال زي السيمي كوندكتور مثلا، ما تفرحش ان الموبيليتي في السيمي كوندكتور عاليه، ان الالكترون بيتحرك بسرعات عاليه، بس يكون اساسا عدد الكاريرز قليل، اوكي، ده ما يديلكش كارنت. شرط الكارنت حاجتين، ان يكون فعلا الكاريرز عندك بتتحرك بسرعات عالية أو بتستجيب للإلكتريك فيلد استجابة عالية، بس يكون أصلا في شحنات كتير، يكون في توافر للشحنات. فالميتلز رغم إن الموبيليتي فيه أقل، بس عدد الكاريرز أكتر بكتير. عشان كده هنا في السؤال ده بيسألك عن الموبيليتي لوحدها، الموبيليتي في السيمي كوندكتورز higher than الموبيليتي of metals. طيب وده سؤال كان خادع شوية. اللي بعديه 5 intrinsic semiconductor heated. حلو، زودنا درجة حرارة، فالمفروض زودنا عدد كاريرز يحصل ايه للموبيليتي؟ تديكريز على طول، عشان موضوع الزحمة اللي احنا اتكلمنا عليه، او السكاترنج لو انت فاكره من الليكتشر يعني. 6 conductivity of semiconductor. طيب الconductivity of semiconductor المفروض ان هي بتديبند على كذا حاجة على فكرة، انا هختار الاجابة اللي فيها حاجات كتير من غير ما افكر على طول، ونبتدي نشوف هل الكوندكتيفيتي بتديبند على التمبريتشر؟ اه الكوندكتيفيتي بتديبند على التمبريتشر لو بنتكلم ان الكاريرز عندنا الكترونز بالمنظر ده مثلا، او لو بنتكلم عن التوتال كوندكتيفيتي مفيش مشكله، يبقى ميو هنا هولز وهنا ميو الكترونز. فعدد الكاريرز اساسا ليه علاقه بالتمبريتشر، كل ما التمبريتشر تزيد كل ما بيحصل ايونيزيشن او حاجه زي كده. فالكوندكتيفيتي بتديبند على التمبريتشر، اه لان التمبريتشر بيفك لك او بيزود لك عدد الكاريرز. طب الدوبينج نفس الطريقة، ما هو الدوبينج بيزود عدد الكاريرز وفي نفس الوقت كمان بيقلل الموبيليتي، اوكي. طب الكارير كونسنتريشن، ما هو الكارير كونسنتريشن اصلا هو اللي احنا معلمين لك عليه اللي هو ال N وال P، فيعني نفس القسم، اوكي، كلهم ليهم علاقة ببعض. يعني الكارير كونسنتريشن اصلا بيتأثر بالتمبريتشر، بيتأثر بالدوبينج، فكلهم كده مع بعض الميكس بتاعهم ده هو اللي بيأثر في الكوندكتيفيتي. طيب ده كده بالنسبة لرقم 6. بالنسبة لرقم 7 increasing the cross sectional area في السيمي كوندكتور ايه علاقته بالدريفت current density؟ خد بالك احنا بنتكلم عن الدنستي، الدنستي اللي هي current per unit area، اوكي، فالcurrent اللي per unit area ملوش اي علاقة اصلا بالarea، دي حاجة normalized، فدي حاجة ملهاش اي علاقة بالarea، فبالتالي maintained constant. 8
the height from bottom edge of conduction band indicates ايه بالظبط؟ indicates الكينيتيك انرجي. المفروض لو انت فاكر من lecture 1 ان اي الكترون موجود هنا في الكوندكشن باند bottom edge اللي هي بنرمز ليها بي سي، بنعتبر ان هو هنا عنده potential energy، اوكي، او عنده kinetic energy لسه بزيرو، يعني هو هنا عنده اقل طاقة وضع او اقل potential energy تخليه نعتبره free electron، free electron ك potential energy، بس ما عندوش لسه طاقة الحركة اللي تخليه فعلا يقدر يتحرك او يعمل current. فلو في electron هنا مثلا، بنقول ان الالكترون ده عنده كاينتيك انرجي. فين الكاينتيك انرجي على الرسمه؟ هي اللي بينه وما بين الاي سي. فيبقى الهايت، الارتفاع ما بين البوتوم ايدج اوف كوندكشن باند، بيعبر عن مين؟ بيعبر عن الكاينتيك انرجي على طول. طيب the rise of bottom edge، يعني شويه الاسئله دي ليها او شبه بعضها، هي عن الدريفت في الاغلب لو انا فاكر صح. يعني the rise of bottom edge of conduction band in the positive x direction indicates the presence of an electric field في any direction. طيب لما يقول لك عندك هنا conduction band في ال positive x direction فيها rise، حصل rise بالمنظر ده كده مثلا، اوكي، ده كده ال EC واكيد زيه ال Fermi واكيد زيه ال EC، هو بيحصل bending في ال energy band diagram كله على بعضه. فبيقول لك ان البوزيتيف اكس دايركشن او الناحيه اليمين حاصل فيها رايز بالمنظر ده، طالع لفوق زي ما انا رسمها لك كده، يبقى ده معناه ان في الكتريك فيلد في اي اتجاه. المفروض ان الكتريك فيلد يا جماعه بيكون في نفس اتجاه السلوب بتاع الانرجي، اوكي، فيبقى الكتريك فيلد برضو في اتجاه مين؟ في اتجاه البوزيتيف اكس دايركشن. وده بنجيبه منين؟ المفروض الكتريك فيلد انت بتفاضل الانرجي، اوكي، وبتقسم على مين؟ بتقسم على كيو، ولا بتضرب في نيجاتيف ولا اي حاجه، هي نفس الساين. فيبقى الالكتريك فيلد في نفس اتجاه التفاضل او الديريفاتيف بتاع الانرجي اللي هو سلوب، يعني شوف السلوب بيزيد في انهي ناحيه، يبقى الالكتريك فيلد في نفس الناحيه دي بالظبط. اللي بعديه الكونسنتريشن بيزيد في البوزيتيف اكس، بنتكلم على الكترونز. السؤال 10 اللي بعديه، تعالى كده نمسح ده خلاص. ادي تاني يا جماعه، ال concentration of electrons بيزيد في ال positive x، اوكي، يعني في ال positive او الناحيه اليمين ال concentration اعلى بالمنظر ده. يبقى المفروض هنا تفهم ايه عن ال electrons؟ they will diffuse in any direction. طب طبيعي ان ال electrons هتتحرك منين؟ هو هنا مركز على they، ما جابلكش سيره ال current. they يعني بنتكلم عن ال electrons هيتحركوا منين لفين؟ هيتحركوا طبعا من ال concentration العالي ده اللي متوفر فيه electrons كتيره للكونسنتريشن الواطي، يبقى يتحركوا ناحيه مين؟ ناحيه النيجاتيف اكس دايركشن، يبقى الاجابه بتاعت 10 هي بي. طب افرض بقى كان سالك عن الكرنت زي السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه هو برضه بيقول لك الانكريز اوف كونسنتريشن في البوزيتيف اكس، نفس الرسمه، يبقى الديفيوجن كرنت اوف الكترونز في انهي ناحيه؟ الديفيوجن كرنت يا جماعه على طول بيبقى عكس اتجاه الحركه بتاع الكاريرز، يبقى لو الالكترونز اتحركت شمال ده معناه ان هي تعمل لك كرنت على طول ايه؟ يمين او البوزيتيف اكس دايركشن، اوكي، ما تنساش حاجه زي كده، لان ده معناه ايه؟ لما الالكترونز اتحركت شمال ده كما لو كان ايه؟ كما لو كان ان لو في بطاريه، ده البوزيتيف تيرمينال وده النيجاتيف تيرمينال، والالكترونز اتشدوا ناحيه البوزيتيف. بس فعلا لو في بطاريه بالمنظر ده، احنا بنقول الالكتريك فيلد من البوزيتيف للنيجاتيف، او النت كارنت منين لفين؟ من البوزيتيف للنيجاتيف. اللي بعديه 12، رب نخلص من نفس نوع الأسئلة. The increase of concentration، بس الأسئلة بتلخبط بصراحة. The increase of concentration of holes in the positive x، يبقى الناحية اليمين أو الناحية البوستيف concentration فيها أعلى، أوكي، أدي الهولز هنا أهي رمزها H أو P أيا كان، أو دايرة جواها positive concentration أعلى ناحية اليمين، ده على طول معناه إن الهولز هتتحرك ناحية الشمال، والهولز دي positive charge، فلما تتحرك ناحية الشمال تعمل لك diffusion current برضو ناحية ايه؟ ناحية الشمال، فيبقى diffusion current in the negative x direction. سؤال بقى tricky، لو كان سألك عن ال drift current at thermal equilibrium، المفروض at thermal equilibrium النت current بزيرو، فلو diffusion current ناحية الشمال يبقى ال drift current اللي جاي من ال built in electric field ناحية اليمين، فالاتنين مع بعض بيدوا لك total field بكام، او net total current بكام، او net current بكام؟ بزيرو.
سؤال كمان. non-uniform doping يبقى at thermal equilibrium الفيرمي ماينس الاي اي كونستنت ولا الفيرمي كونستنت ولا لا؟ ما تكملش قرايه، انت عارف على طول كلمه ثيرمال ايكوليبريم مرتبطه بايه؟ مرتبطه ان مهما حصل بندنج في الانرجي باند دياجرام لازم الفيرمي ليفل يكون كونستنت. اوكي، يبقى على طول كلمه ثيرمال ايكوليبريم معناها ان الفيرمي ليفل كونستنت ولا بيزيد ولا بيقل، يعني اوكي لازم يكون كونستنت. طيب 14 عندنا two semiconductors A و B of identical dimensions the effective masses أو عندهم نفس effective masses بالظبط. خد بالك من حاجة، أنا عايزك تفتح الفورميلا شيت بعد ما تعمل لها أبديت. أوكي، مش القديمة اللي عندك، افتح الفورميلا شيت اللي تعمل لها أبديت، هتلاقي إن في تيبل كده للسيليكون ومش فاكر الجرمانيوم ومين كمان جاليوم ارسنايد. هتلاقي ان الافكتيف ماس في حاجه اسمها density of states effective mass، وفي خانه تانية جنبها على طول مكتوب effective masses للموبيليتي او للالكتريك فيلد او للكرنت. اوكي، لان الافكتيف ماسز بالنسبه للدنسيتي اوف ستيتس او الطريقه اللي حسبوا بيها الافكتيف ماسز للدنسيتي اوف ستيتس غير الطريقه اللي اتحسب بيها الافكتيف ماسز في مسائل الموبيليتي او مسائل الفيلد او الكرنت. اوكي، فانتبه بس لحاجه زي كده، ان احنا في اي مساله ليها علاقه بموبيليتي او ليها علاقه بفيلد او بحاجه زي كده بتشتغل بالافكتيف ماس اللي في الخانه الثانيه بتاع الموبيليتي. طيب نرجع بس للسؤال، بيقول لك ان الافكتيف ماسز قد بعض. تمام، افكتيف ماسز قد بعضها لماتيريال A وماتيريال B but different mean free times TR و TB مختلفين عن بعض. طيب بحيث ان TRA اقل من TR recombination time بتاع الماتيريال B، على طول من غير ما تفكر هو الموبيليتي القانون بتاعها ايه، ركز على نوع كاريرز معين، ركز على الكترونز مثلا، فالموبيليتي بتاعت الالكترونز هي مين؟ QT على M. التو ماتيريالز عندهم نفس الماس ثابت، يبقى الموبيليتي تتناسب مع مين؟ مع الT. فيبقى ماتيريال اللي عندها T اعلى اللي هي الماتيريال بي هي اللي عندها موبيليتي اعلى على طول. فانا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الموبيليتي بتاعت بي اعلى من الموبيليتي بتاعت ايه. فين بقى الاجابه هنا اللي فيها موبيليتي بي اعلى من ايه؟ مش لاقيها، بس هتختار اجابه تانية ان ما دام الموبيليتي بتاعت بي اعلى من الموبيليتي بتاعت ايه يبقى على طول تختار الاجابه ان الكرنت دينستي بي اعلى من الكرنت دينستي ايه. اشمعنى؟ لان الكرنت دينستي ايه الفورمولا بتاعته سيجما في الالكتريك فيلد they are applied أو they are under the effect of the same field. فالفيلد ما تشغلش بالك بيه، اشغل بالك بس بالكوندكتيفيتي، والكوندكتيفيتي المفروض ان هي n e mu. فاللي عنده موبيليتي اعلى على طول عنده كوندكتيفيتي او عنده سوري current density اعلى. اوكي، بافتراض ان التو سيمي كوندكتورز دول هيبقى عندهم نفس ال n او نفس الكونسنتريشن بتاع الكاريرز. طيب بافتراض نمبر اتنين identical dimensions و identical effective masses. اوكي، فانت مركز هنا بس على مين؟ على الموبيليتي مع الجي مش اكتر بس. طيب السؤال اللي بعديه ده كده شوية اسئلة على نفس الفيجر، فتعال نلقط كده كذا كلمة مهمة. بيقولك ده non-uniform silicon silicon doped sample of length L، حاول تشتغل بالدياجرام ده عشان تحل الاسئله اللي جايه كلها. طيب السيليكون دي عشان يبقى في دماغك ال ان اي بتاع السيليكون والانرجي جاب بتاع السيليكون وهكذا واللينث بتاع الماتيريال ال. اوكي، طيب اول سؤال بيقول ايه؟ السيميكوندكتور ده عند التايب عند البوينت اكس 1 كان نوعه ايه؟ عند البوينت اكس 1 هنا اطلع كده لفوق هتشوف ايه؟ هتشوف الاي فيرمي بيتقاطع مع الاي اي. اوكي، المنقط ده الاي اي دايما والاي فيرمي ده اللي هو الكونستنت، فهتلاقي الاي فيرمي بيتقاطع مع الاي اي. معناها ايه في عند النقطه دي؟ ان عند النقطه دي الماتيريال كانت انترنسك، ان حتى ولو كان فيها دوبينج فال ان دي قد ال ان ايه فهي انترنسك ماتيريال. اللي بعديه امتى كان السيمي كوندكتور ديجنريت؟ فين النقطه اللي انت واثق فيها ان الماتيريال ديجنريت او ان الفيرمي ليفل قرب زياده من اي سي او اي اف؟ ركز كده على الفيرمي ليفل، هتلاقي ان هو من اول ما ابتدى كان محافظ على مسافة محترمة بينه وبين الـ EC أو الـ EF. إمتى ضربت الدنيا خالص هنا كده اهي عند النقطة اللي أنا معلم لك عليها دي؟ الفيرمي ليفل قرب زيادة جدا من الفيلنس باند، يبقى هنا الماتيريال تقدر تقول إن هي
ديجنريت، مش هنا بالظبط كمان، ده هنا وفي المنطقة القريبة منها، لأن الفيرمي ليفل لما بيقرب أو لما يبقى بينه وبين الفيلنس باند أقل من 3 كي تي بنقول إن هو ديجنريت، فيبقى هو أكيد هنا بينه وبين الفيلنس باند مسافة زيرو، أو سوري يعني energy separation زيرو، يبقى هنا وفي المناطق القريبة منها، أوكي، كان السيبريشن بين الفيرمي ليفل والفيلنس باند قليل، أكيد أقل من 3 كي تي، يبقى هي دي المنطقة اللي فيها ريجينرال سيمي كوندكتور قرب x equal l. طيب ناخد السؤال اللي بعديه، الالكتروستاتيك بوتنشال جوه السيمي كوندكتور، أنهي رسمة من دول بتعبر عن الالكتروستاتيك بوتنشال؟ طيب ازاي اجيب بوتنشال؟ بكل بساطة حاول تفتكر كده ايكويشن بيقول ايه علاقة البوتنشال بالانرجي باند دياجرام، ان الانرجي هي بالظبط نيجاتيف كيو في بس زايد عليها كونستنت، يبقى انا ازاي اربط او اجيب الفي من الانرجي على طول؟ نفس الجراف بتاع الانرجي هو نفس الجراف بتاع الفي بس مضروب في نيجاتيف وزاد عليه كونستنت، زاد عليه كونستنت دي يعني مترحل فوق وتحت، ومضروب في نيجاتيف دي يعني بنعكسه، فانا هعمل ايه؟ هركز على الاي سي مثلا يعني، واروح قايل بدل ما هي زادت سبتت زادت، انا هعكس كل الكلام ده بالظبط، اقول ان هي المفروض انا مستني رسمه عامله ازاي، انا مستني رسمه قلت سبتت بعد كده قلت، فين الرسمه في التشويسز اللي حصل فيها كده؟ اهي قلت سبتت بعد كده قلت، طب مترحله بقى واخده اوفست لفوق او واخده اوفست لتحت، ده اللي هو انا معلم لك عليه او كاتبه لك كونستنت، يبقى رسمه الفي يا جماعه من هنا ورايح هي رسمه الاي بالظبط بس شيفتد واخده اوفست ومضروبه في نيجاتيف ساين، فاخترنا الاجابه دي. طب رسمه الالكتريك فيلد، الالكتريك فيلد المفروض ان هو مين بالظبط؟ هو الديريفاتيف بتاع الانرجي باند، اوكي، مقسوم على كيو، كيو ده كونستنت ما تشغلش بالك بيه، حاول بس انك تعمل ديريفاتيف للالكتريك فيلد، وطبعا للانرجي سوري، ولما اقول لك اعمل ديريفاتيف للانرجي انا اقصد ركز على باند معينه اي سي او اي اي او اي في، فانا اركز على اي سي مثلا، حاجه بتزيد يبقى الديريفاتيف بتاعها المفروض ايه؟ حاجه كونستنت، بعد كده حاجه كونستنت فيبقى الديريفاتيف بتاعها مين؟ زيرو، لو ده الريفرنس بتاعنا تحت خالص اللي هو اكس اكسس يبقى انا مستني حاجه تنزل كده تبقى زيرو، حاجه رجعت تزيد تاني بشكل لينير يعني خط مستقيم يعني معادلته واي ايكوال ام اكس، يبقى الديريفاتيف بتاعه بيكون كونستنت، يبقى انا مستني قيمه كونستنت تاني بالشكل ده، يبقى الإجابة constant 0 constant، يبقى الإجابة آخر واحدة E. طيب سؤال كمان في الفيجر ده energy band diagram، هو نفس السؤال بنكمل بس شوية أسئلة كمان، الكينيتيك انرجي بتاع الهول اللي في الفيجر مفيش هول غيره، طبعا أي هول يا جماعة موجود هنا عند الفالنس باند التوب ايدج بتاعها يبقى عنده كينيتيك انرجي بزيرو على طول، طب اللي هو بيتكلم عليه ده فين الكينيتيك انرجي بتاعته؟ بقيسها من الفالنس باند يعني بقيسها من هنا كده، هي دي الكينيتيك انرجي بتاعتنا، طب هي مش باينه لي على الرسمه كام بس باينه هي مين بالظبط؟ اهي هي انرجي جاب اوفر 3، يبقى الكينيتيك انرجي بتاعت الهول اللي هي فرق الانرجي اللي بينه وبين الفالنس باند اللي هو انرجي جاب اوفر 3. طيب ناخد السؤال اللي بعديه على طول اللي هو 20، بيقول ايه؟ الـ whole drift current density at x1، يبقى احنا نركز عند النقطة كده x1 اللي هي المفروض الماتيريال عندها intrinsic، بيسألني عن الـ drift current، اوكي؟ طيب الـ drift current هيبقى عبارة عن مين؟ أنا هكتب هنا 21 أهو، الـ drift current أحاول أجيب الفورميلا بتاعته اللي هي سيجما في الالكتريك فيلد اللي هي عدد الكاريرز ان اي اللي هي الشحنه يعني ان اي او ان كيو في الموبيليتي ملتبلاي باي الالكتريك فيلد. طيب يبقى انا كده عندي ثلاث تحديات، احاول اجيب الالكتريك فيلد وعدد الكاريرز واحاول اجيب كمان الموبيليتي. طيب الموبيليتي بجيبها من الفورمولا شيت عادي جدا، هو ما ادانيش ارقام هنا في السؤال فاعتبر ان هو بيتكلم عن هول، يبقى احط الموبيليتي بتاعت الهول. ايه تاني؟ احط كمان عدد الكاريرز بما انها intrinsic material يبقى في اللحظه دي عدد الكاريرز ان اي. طب بالنسبه للالكتريك فيلد اجيب الالكتريك فيلد ازاي في المرحله دي او عند النقطه x1؟ اوكي مش الالكتريك فيلد هنا هو تفاضل اللاين ده
كويس أوي. طب تفاضل اللاين ده او السلوب بتاع اللاين ده نجيبه ازاي؟ السلوب بتاع اللاين ده هو دلتا واي على دلتا اكس، يعني هو مسافة زي دي كده مثلا، اوكي، دلتا واي على دلتا اكس، مسافة زي من هنا لهنا كده. المسافة دي مش معايا، بس هل انا اقدر اجيبها من حتة تانية؟ اه ممكن نجيبها من حتة تانية. ازاي مثلا؟ اقدر اقول ان المسافة دي، اوكي، هي بالظبط، اوكي، مسافة مثلا زي ايه؟ زي دي كده. لا استنى استنى، لا ده انا اقدر اجيبها بطريقة سهلة جدا. انا هقول دلتا واي على دلتا اكس، دلتا واي السيبريشن اللي من هنا، اوكي، ادي دلتا واي من هنا لغاية هنا كده، المنطقة اللي هنا دي كده، اوكي، على دلتا اكس، دلتا اكس اللي هو ما بين النقطة دي كده والنقطة دي كده، فدلتا اكس ده ال اوفر 3. طب بالنسبة لدلتا واي، انا كل ده بحاول اجيب السلوب، اوكي، وخد بالك من حاجة ان الالكتريك فيلد مش مجرد سلوب الانرجي، ده هو سلوب الانرجي ديفايدد باي كيو، زي ما قلنا من شوية. قلنا من شوية ان الالكتريك فيلد، خليني اكتبها لك هنا، كان 1 اوفر كيو دي اي باي دي اكس، فال 1 اوفر كيو دي سهلة، طير لنا الكيو اللي هنا مفيهاش مشكلة. طب بالنسبة لدي اي باي دي اكس، دلتا واي على دلتا اكس، دلتا اكس بال اوفر 3. طب دلتا واي، اوكي، دلتا واي اللي هو بالظبط عايز اعرف البوينت رقم واحد دي منها للبوينت رقم اتنين، الكيرف ده صعد مسافة قد ايه بالظبط؟ المفروض المسافة دي هي السلوب اللي من هنا لهنا بالظبط، اوكي، فهي هي انرجي جاب اوفر 3، باينة من الرسمة. يبقى انا طير الاوفر 3 مع الاوفر 3، يبقى لي ان اي ميو انرجي جاب، ان اي ميو انرجي جاب اوفر ال. طب دي ولا دي؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طيب الاجابه المفروض هتكون بوزيتيف، اوكي. ليه هتكون بوزيتيف؟ تقدر تفكر فيها بكذا طريقه، بس بشكل بسيط قوي المفروض ان النقطه اللي عندها هاير انرجي اكنها عندها لور فولتج على طول. العلاقه بين الانرجي والفولتج عكسيه، فالنقطه اللي عندها هاير انرجي عندها لور فولتج، والنقطه اللي عندها انرجي اقل المفروض عندها بوزيتيف فولتج. فزي ما يكون ايه، ادي اتجاه الالكتريك فيلد اهو يا جماعه، يبقى ادي اتجاه الدريفت كارنت بتاع الهولز وعكسه بتاع الالكترونز، يبقى اتجاه الدريفت كارنت بتاع الهولز اللي بيتكلم عليه في البوزيتيف اكس دايركشن، فانا اختار الاجابه اللي هي سي. طيب اللي بعديها 21 بيسالني عن الالكترون كارنت دينستي، ما حددليش دريفت ولا ديفيوجن، بس انا عارف هنا بما ان الفيرمي ليفل كونستنت، يبقى عارف ان هي مساله ثيرمال ايكوليبريم، يبقى عارف ان عند اي نقطه المفروض الدريفت هيلاشي الديفيوجن، يدي لك كارنت دينستي بكام؟ بزيرو. ده كده البروبلم دي لسه فاضل فيها اسئله 22 23 24. طب 22 بتقول ايه؟ position of maximum potential energy for electrons. electrons يبقى احنا طبعا بنتكلم عن الاي سي، اوكي، عايزين نتكلم عن اعلى potential. طب ما احنا قلناها البوتنشال عكس الانرجي، فاعلى انرجي واضحه جدا هنا اهي كده، يبقى اعلى او اعلى potential تلاقيه فين؟ تلاقيه عند اقل انرجي، تلاقيه عند النقطه دي كده، عند x equal كام؟ x equal 0، يبقى الإجابة x، استنى، أنا كده فكرت بحاجة غلط، أنا قلت لك أعلى potential، ما خدتش بالي من السؤال potential energy of electrons، أوكي، هو فعلاً الكلام ده صح، المفروض إن ده أعلى energy، يبقى ده كده negative polarity مثلاً، أقل energy خالص أكنها positive polarity، يبقى الإلكترونز عايزة تتحرك منين لفين المفروض؟ المفروض إن الإلكترونز اللي هيتساب في أي نقطة هيحاول إن هو يتحرك لأقل طاقة وضع، أوكي، أقل طاقة وضع اللي هي يقرب من البوزيتيف تيرمينال، يبقى ده هنا lowest potential energy بالنسبة للإلكترون، أقل طاقة وضع للإلكترون، يبقى فين أعلى طاقة وضع للإلكترون؟ عند النقطة EC، يبقى عند X equal L، تمام؟ طيب لو كان بيتكلم عن أعلى electric potential اللي علاقة بالبلت إن electric field، كنا نقول أعلى potential على طول موجود عند اقل انرجي عند النقطه 0. طب السؤال اللي بعديه، هل دي مساله ايكوليبريم؟ اه مساله ايكوليبريم. ليه؟ لان الفيرمي ليفل كونستنت، ما حصلش فيه اي بيندنج ولا اي حاجه. اللي بعديه، طب عند النقطه x equal x2 البي بكام؟ البي كونسنتريشنز بكام؟ طيب انا هقول ايه؟ انا عايز اشتغل هنا بالايكويجن اللي بيجيب لي البي على طول، فنروح قايلين بي equal عند النقطه x equal x2، يبقى انا خليني اركز كده عليها، ادي النقطه x2 اهي، البوتنشال انرجي ايكوال ايه الجيفنز اللي عندنا؟ بص عند النقطة x2
هتلاقي اشهر او اكتر حاجه واضحه كجيفن عندك معاك المسافه بين الفيرمي ليفل والفالنس، يبقى بالتالي برضو معاك المسافه بين الفيرمي ليفل اي اف والاي اي. يبقى تقدر تقول ان البي ايكوال كام؟ اربط البي بمين؟ بص على الفورمولا شيت هتلاقي فيه كذا ايكويجن للبي، في ايكويجن بيربطه لك بالان اي في الاكسبوننشال بتاع اي اي ماينس اي اف على كي تي، وفي ايكويجن تاني خالص بيربط لك بي بالان في، وفي الاغلب ده مش هتلاقي نفسك بتتطرق ليه خالص غير لو مدي لك الان في جاهز على طول. اوكي، فانا هنا ممكن اقول ايه، والله ممكن نشتغل بيه برضه مفيش مشكله، ده ممكن نشتغل بيه برضه. فنروح قايلين اي باور اي في ماينس اي اف على كي تي. طب انت عندك هنا طريقتين، في طريقه تشتغل بالايكويجن ده تاخد ان في من الفورمولا شيت بالنسبه للسيليكون، اوكي، وتروح ضارب في، وان في دي على فكره هي فانكشن في التمبريتشر وفي الافكتيف ماسز، فانت تقدر ان انت تجيبها عادي جدا من الفورمولا شيت وهتلاقي رقم مديهولك جاهز كمان على طول، هتلاقي للتسهيل ان في مديها لك جاهزه على طول كمان. اوكي، بالنسبه للسيليكون هي 1.04 في 10 باور 19، وتضرب في اي باور فرق الاي في ماينس اي اف على كي تي. كي تي عندنا هنا بالالكترون فولت اللي هي حوالي 26 مللي اللي هي 0.0259. طب الفرق بين فالنس باند والفيرمي ليفل باين على الرسمه، ادي الفالنس باند اهي، ادي الفيرمي ليفل اهي، اي في ماينس اي اف، اي في هي اللور فالمفروض نيجاتيف انرجي جاب على 3. طب انرجي جاب بتاعت السيليكون اجيبها من الجدول على طول الاقيها 1.112، اعوض هنا شوف يطلع لي كام، هيطلع تقريبا 2 multiplied by 10 power 13، واليونت انا بسألك عن عدد كاريرز يبقى بير سنتيمتر كيوب. فين اقرب رقم هنا موجود؟ المفروض هيبقى 1.31. تشيك الشيت اللي هينزل لك جديد هتلاقي 1.31 دي اتعدلت بقت 2. اوكي، فالاجابه هتبقى بي بعد ما يتعدل لك الموديل انسر او البروبلم سيت. طب لو كان حد عايز يشتغل باللي فوق ماشي مفيش مشكله، ان اي بكام بالنسبه للسيليكون؟ 1.5 × 10^10 اي باور اي اي ماينس اي اف على كي تي، كي تي اللي هي 26 ملي فولت اللي هي 0.0259 بالالكترون فولت. طب اي اي ماينس اي اف، اي اي ماينس اي اف على الرسمه اللي هي هنا كده اهي، قيمه بالبوزيتيف لان الاي اي اعلى من الاي اف. طب اجيب القيمه دي منين؟ هو مش المفروض كل ده يا جماعه انرجي جاب على 2، فالانرجي جاب على 2 نص الانرجي جاب عايزين نشيل منها تلت الانرجي جاب، فاعملها على جنب كده، انرجي جاب على 2 دي اللي اكنها 3 انرجي جاب اوفر 6، شيل منها انرجي جاب اوفر 3 اللي اكنها 2 انرجي جاب اوفر 6، يبقى لك سوتس او 1 اوفر 6 انرجي جاب اوفر 6 يبقى 1.12 اوفر 6، عوض يطلع لك المفروض نفس الرقم بالظبط. يا ريت برضو حد يكونفيرم الارقام ولو طلع فيها مشكله بلغني، اوكي ميبي اكون انا حسبت او حطيت حاجه غلط. طيب ابتدينا نقرب خلاص من اخر البروبلم سيت، اخر التشوز. اني سكتش من دول بيربط لك الديفيوجن كونستنت، بنتكلم عن الكترونز، فاني ايكويشن بيربط لك الديفيوجن كونستنت بالكونسنتريشن؟ طيب اني اجابه من دول؟ الاجابه المفروض هتبقى يا سيدي سي. طيب ايه تفسير حاجه زي كده؟ الديفيوجن كونستنت يا جماعه المفروض ان دي على ميو طبقا لاينشتاين ريليشن ايكوال كونستنت اللي هو كي تي على او مش فاكر كيو كان كام يا جماعه، كان كام على تي؟ كان كيو على كي تي تقريبا، او كان كيو على كي تي معكوسه، كانت كي تي على كيو، مش فارقه كتير، مش فارقه كتير. اوكي، المهم ان هي حاجه ثابته، يعني حاجه بتعتمد على التمبريتشر، فهو محدد لي روم تمبريتشر يبقى بنتعامل عند درجه حراره ثابته، فايا كان دي على ميو ده بيطلع كيو على كي تي ولا كي تي على كيو، انا ناسيها. لا استنى استنى، حتى لو ناسيها المفروض نفتكرها، يعني انا دلوقتي محتار هي كي تي على كيو ولا كيو على كي تي، المفروض ان الموبيليتي عكس التمبريتشر. اوكي، يبقى هي الاجابه الرول هي الاولانيه دي، دي على ميو هي كي تي على كيو. طيب فالمفروض ان الديفيوجن لو انا مثبت درجة الحرارة يبقى الناحية اليمين كلها كونستنت، فالمفروض الديفيوجن ايه علاقته بالموبيليتي؟ علاقة دايركت، كل ما الموبيليتي بتزيد الديفيوجن بيزيد. طب ايه علاقة ده بالدوبينج؟ هو الدوبينج كل ما يزيد ايه اللي بيحصل؟
الدوبين كل ما هيزيد يا شباب، يعني كل ما احنا بنتحرك هنا كده مع الاكسس ده، كل ما السكاترينج بيزيد كل ما الموبيليتي بتقل. انت بتزود عدد اتومز او عدد ايونز او عدد كاريرز، فالمفروض الموبيليتي بتبتدي تقل، والموبيليتي لو قلت العلاقة بينها وبين الديفيوجن كوفيشنت لينير، اوكي؟ فالموبيليتي المفروض ان هي لو قلت بيبتدي الدي كمان يقل، فعلى طول انا متوقع ان الدي تبتدي تقل. اوكي، طبعا هي ثابته شويه في الاول مفيش مشكله، لان المفروض ان عند عدد كونسنتريشن، يعني هنفترض حاجه ان عند روم تمبرتشر في انترنسيك كاريرز، اوكي، فهنفترض ان الان دي في البدايه خالص لما ابتدى من زيرو كان لسه رقم قليل جدا، فطول ما الان دي بتزيد كانت لسه ستيل رقم قليل جدا ما يأثرش على الموبيليتي. اوكي، بعد كده المفروض كل ما ابتدت تزيد اكتر كل ما الموبيليتي ابتدت تقل، فتأثيرها واضح وابتدى الديفيوجن كونستنت هو كمان يقل. ودي تبان لك من الجراف ده يا جماعة، اوعى تنساه في جراف بيربط لك الموبيليتي بعدد الايونز بتاع ال ان دي بلس ال ان ايه، ثبت شوية في الاول بعد كده ابتدى يقل، وبعد كده في الاخر شبه ابتدى يثبت تاني. فهي دي النقطة او منطقة الثبات اللي موجودة في الكيرف عندنا هنا كده اهي، اوكي، اللي هي الموبيليتي ما بتتأثرش في الاول بعدد الايونز او بعدد الدوبنز. طيب سؤال كمان، طيب دي مسألة على طول illumination او generation و recombination وهكذا، فتعالى كده نشوف بيقول ايه هنا في الفيجر ده. at x greater than 0 كل الماتيريال حصل لها uniform illumination، اوكي، يعني في لايت في كل اجزاء الماتيريال من بعد الزيرو، والجنريشن ريت عندنا باي لايت جي ال مديها لك هنا هي بكام؟ ب 10 باور 15 الكترون هول بير سكند بير سنتيمتر كيوب بير يونت فوليوم، يعني بير يونت تايم يونيفورملي ثرو اوت اكس جريتر ذان 0، يعني بشكل يونيفورم. يقصد يقول لك ايه بشكل يونيفورم؟ دي ان مش هتلاقي جريدينت او مش هتلاقي كونسنتريشن جريدينت، مش هتلاقي ان في منطقه هنا كده مثلا فيها كاريرز اكتر من هنا فيحصل ما بينهم ديفيوجن، لا مفيش الكلام ده. هنا الجنريشن بنفس الريت بالظبط بشكل يونيفورم او بشكل منتظم. طيب واقل من الزيرو يعني في النص او الناحيه الشمال الجي ال ايكوال زيرو، مفيش لايت خالص في الناحيه الشمال، والستيدي ستيت هنا بريفيلد عندنا في المساله دي. نوع السيمي كوندكتور ده سيليكون عشان تجيب الان اي والحاجات بتاعه السيليكون. البار يونيفورملي دوبد وذ ان دي، عدد الدوبنج عندنا من نوع N type material ال N دي ب 10 power 17، وادي مديك كمان ال time constant 10 power negative 6، ومدي لك درجة الحرارة room temperature، فتعتبر N دي هي هي N دي plus، اوكي، كل ال dopants ionized يعني. تعالوا نبتدي نشتغل at x negative infinity ال whole concentration بكام؟ هو عند x ب negative infinity نوع الماتيريال ايه يا جماعة؟ نوع الماتيريال intrinsic، يبقى اجيب ال whole concentration ازاي؟ المفروض ان N P equal ni squared، ده الايكويجن بتاع مش intrinsic، سوري انا اقصد اقول مش injected يعني، اوكي، يعني في هنا thermal equilibrium، فيبقى ان بي equal ni squared. ان عندنا اللي هو عدد الدونرز اللي هو 10 power 17 multiply by p equal ni squared. ni squared عندنا اللي هي بتاعت السيليكون اللي هي 1.5 في 10 اس 10، تقدر تحسب على طول بيها هتلاقي 10 باور 20 تيار 10 باور 17، يبقى لنا حاجه ان اوردر اوف 10 باور 3، يبقى الاجابه هي دي على طول. اوكي، اللي فيكم هيحسبها هيلاقي طلع كام؟ 1.5 باور 2، المفروض يطلع لك 2.25، اوكي، multiply by 10 باور 3 المفروض يطلع 2250، بس 2250 حاجه اوف اوردر 10 باور 3 اللي هي مش اكيد مش 10 باور 9 ولا اكيد 10 باور 18 ولا 10 باور 15، حاجه في الاوردر اوف 10 باور 3، فانا اخترت الاجابه الاولى، ومع ذلك هتتعدل لك برضو في البروبلم سيت تبقى 2250. السؤال اللي بعديه على طول اللي هو 27 بيسالك الهول كونسنتريشن ات بوزيتيف انفينيتي. طب ات بوزيتيف انفينيتي يبقى انت في وسط المعمعه، يبقى في جنريشن، فما دام في جنريشن تعالى نكتب كده الكونتينيوتي ايكويشن، تعالى اكتبه لك تحت. الكونتينيوتي ايكويشن دي ان تايب ماتيريال لان فيها دونر، فلو ان تايب ماتيريال بنركز على المينوريتي اللي هو الهولز، فيبقى هروح انا كاتب على طول دي بي باي دي تي
equal negative ميو للموبيليتي، انا مركز على الهولز طبعا، فعدد الهولز اللي عندي في تفاضل الالكتريك فيلد بالنسبة لإكس كمان نيجاتيف ميو بي في الالكتريك فيلد، المرة دي تفاضل بي بالنسبة لإكس، بلس الديفيوجن كونستنت بتاع الهولز طبعا في التفاضل التاني بتاع البي، بي ما تتكتبش مايلة، اوكي، على دي اكس سكويرد، بلس الجنريشن اللي عندنا، بلس بي ان ماينس بي ان نود اللي هي دلتا بي يعني عدد الاكسس كاريرز على تاو. طيب تعالى واحدة واحدة كده، قال لك ستيدي ستيت على طول يبقى تصفر ده، ما دام ستيدي ستيت، ما جابش سيرة الكتريك فيلد خالص في الموضوع يبقى نصفر دول. طيب هل احنا عندنا كمان جريدينت؟ ما عندناش جريدينت خالص، اوكي؟ حتة يونيفورم جنريشن دي على طول او يونيفورم ثرو اوت ذا ماتيريال، يبقى زي ما قلت لك مفيش ديفيوجن، مفيش جريدينت، يبقى على طول نقدر نقول ايه؟ ان دلتا بي كمان تعالى نرجعها لشكلها الاصلي، فنقول Pn minus Pn node كل الكلام ده كده 0، يبقى 0 equal الجنريشن بتاعنا plus Pn minus Pn node على tau p، يبقى therefore اضرب الايكويشن كله في tau p توصل ان Pn equal مين؟ هي هي بالظبط Pn node زائد عليها gl في tau p، وده كلام عقلك يتقبله لان الايكويشن ده اصلا انت المفروض تكون واصل له، انا بس حبيت اجيبه لك من الكونتينيوتي ايكويشن، المفروض ان عدد الهولز اللي هي المينوريتي هو هو عدد بي نود، اوكي، كما لو كانت انترنسيك ماتيريال، سوري، كما لو كانت الثيرمال ايكوليبريم يعني، كما لو كان ما فيش جنريشن ولا كومباينيشن اكسس، زايد عليها الاكسس جنريشن او زايد عليها الاكسس انجكتد كاريرز اللي هي بتبقى جي تاو، الريت مضروب في التاو على طول، الريت ده يا جماعه بيكون ب 1 اوفر سكند يعني، اوكي، ان انا عندي كام الكترون هول بير بيحصل له generation per second مضروب على طول في التاو اللي هو التايم ما بين كل عملية generation و recombination. طيب خلاص يبقى pn equal pn node plus g tau، pn node ده اللي احنا لسه حالا حاسبينه من شوية اللي هو 10 power 3 plus ال generation بتاعنا بكامل ال generation بتاعنا اللي هو 10 power 15 multiplied by tau، tau اللي هي 10 power negative 6، تجاهل طبعا 10 باور 3 جنب الحاجات اللي جنبها دي، لان 10 باور 15 في 10 باور نيجاتيف 6 بتطلع لك 10 باور 9، يبقى الاجابه بي. السؤال اللي بعديه التايب والديفيوجن، سوري التايب والدايركشن اوف كارنت، انا تقريبا قلت الاجابه ايه، التايب والدايركشن اوف كارنت ات اكس ايكوال 0، هو ات اكس ايكوال 0 ايه الحاجه اللي واضحه جدا؟ طبعا تجاهل الدريفت خالص لان مفيش هنا الكتريك فيلد، فهنتكلم عن ايه؟ عن ان الناحيه اليمين مليانه هولز، خلينا اكتب لك الهولز اهي بالبوزيتيف، اوكي، هنا مليان عندي فيه هولز نتيجة الجنريشن، والناحية اللي جنبها المفروض ما فيهاش هولز خالص، فهيحصل ان الهولز تتحرك من اليمين للشمال، فيحصل diffusion of holes من ناحية اليمين للشمال، يعني في ناحية النيجاتيف اكس دايركشن. طيب الحتة دي مهمة، انا بقول الناحية اليمين فيها هولز نتيجة طبعا الجنريشن ريت، اوكي، فهتتحرك من اليمين للشمال، دي ما عندناش فيها مشكلة، بس المفروض الجنريشن ده مقابل كل هول بيكون فيه برضو الكترون، فليه ما قلتش ان في هول كارنت او في ديفيوجن اوف بلاك، ليه ما قلتش ان في الكترون ديفيوجن ناحية الشمال؟ لان احنا ركز لما بنتكلم عن ان في ماتيريال ان تايب، كل تركيزنا بيكون بعد كده في الديفيوجن عن مين؟ على الماينوريتي، اوكي، دي مسألة N type، وعندنا هنا low level injection، لأن آدي ال level of injection عندنا 10 power 15 مقارنة ب 10 power 17، فيبقى ده low level injection، فبما إنه low level injection يبقى تقريبا مفيش تغيير في عدد الماجوريتي، أوكي؟ عدد الماجوريتي هنا 10 power 17 زاد نقص منه 10 power 15 ما تأثرش كتير، فعدد الماجوريتي اللي هو الإلكترونز ما بيعملش diffusion لأن هو ما بيختلفش. يبقى تركيزنا كله في الديفيوجن هنا على مين بيبقى؟ بيبقى على الماينورتي، عشان كده اخترنا هول ديفيوجن في النيجاتيف اكس دايركشن، والحته دي مهم ان انت تكون فاهمها. طيب وصلنا خلاص لاخر سؤال او اخر سؤالين على نفس السؤال، يعني هنا بيقول لي ده مدي لك رسمه الرو، يبقى هنا بيوجهك تشتغل ببوسونز ايكويشنز،
عايزك تجيب الالكتريك فيلد والبوتنشال. طيب انا شايف حاجه، قانون الالكتريك فيلد يا جماعه المفروض ان ديريفاتيف الالكتريك فيلد بالنسبه للاكس ايكوال رو على اي او رو على ابسلون، يبقى ذيرفور هاو تو جيت الالكتريك فيلد، سيب الواحد على ابسلون ده زي ما هو واعمل انتجرال رو بالنسبه لدي اكس، يبقى انا كده محتاج رو دي اجيب لها ايكويشن. لا هو مديك كمان الايكويشن اهو. خلاص يبقى على طول الايكويشن بتاع الالكتريك فيلد هيبقى واحد على ابسلون لما تكامل رو اللي هي ستريت لاين اللي هي كيو اي اكس يطلع بره خالص كيو اي، والانتجريشن بتاع الاكس يبقى كام؟ يبقى اكس باور 2 اوفر 2. ادي اكس باور 2 الاوفر 2 خليها بره برضو هناك اهي، يبقى هنا كيو اي على 2 ابسلون، تعال نكتبها بشكل منظم شويه، كيو اي على 2 ابسلون، وهنا في اكس باور 2 بلس كونستنت او ماينس كونستنت. طيب مين في دول في كيو اي على 2 ابسلون؟ كلهم. طب انا متوقع اكس باور 2 بلس او ماينس كونستنت، يبقى اختار مين بقى؟ اختار الاجابه دي مثلا ولا دي ولا دي ولا دي. انت متوقع شكل الجراف؟ المفروض ان الرو يا جماعه هي مين؟ الرو اللي هو مديالك جاهزه مرسومه دي هي السلوب اوف الكتريك فيلد، الرو هي السلوب اوف الكتريك فيلد. فيبقى هنا الرو كانت نيجاتيف، بس مش مجرد نيجاتيف، دي نيجاتيف وعماله بتقل كماجنتيود لغايه ما تبقى زيرو. فيبقى السلوب المفروض يبقى ايه؟ السلوب المفروض ان هو كان نيجاتيف صح؟ وهنا السلوب هيبقى زيرو، يبقى كريتيكال بوينت. يبقى انا متوقع ان السلوب كان نيجاتيف، بس مش مجرد نيجاتيف، نيجاتيف وكماجنتيود عمال بيقل اوكي لغايه ما بقى زيرو، حاجه بالشكل ده مثلا، حاجه نيجاتيف وهنا عامل الكريتيكال بوينت، هنا السلوب بقى زيرو. العكس الناحيه الثانيه رو اللي هي سلوب بالظبط كانت بوزيتيف بتزيد بوزيتيف بتزيد لغايه الباوندري، يبقى السلوب اللي هو الـ بتاع الالكتريك فيلد، السلوب بتاع الالكتريك فيلد المفروض ان هو بدا هنا هو من زيرو قاعد يزيد 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 لغايه الباوندري، وعند الباوندريز الالكتريك فيلد كان بزيرو اوكي. فانا متوقع ان عند الباوندريز هنا الالكتريك فيلد يكون بزيرو، فمستني الاجابه اللي يكون فيها مين؟ نيجاتيف دبليو على 2 سكويرد، عشان لو عوضت بدل الاكس بدبليو على 2 او نيجاتيف دبليو على 2 تدي لك الالكتريك فيلد بزيرو عند الباوندريز. طيب اللي بعدها، طب بالنسبه للماكسيمم الكتريك بوتنشال، هاو تو جيت البوتنشال، المفروض العلاقه بين الالكتريك فيلد والبوتنشال عامله ازاي يا جماعه؟ المفروض ان الالكتريك فيلد هو عباره عن نيجاتيف بارشال في باي بارشال اكس من غير كونستنت ولا اي حاجه، يبقى انا عايز اكامل واضرب في نيجاتيف على طول، يبقى البوتنشال عايز اكامل واضرب في نيجاتيف، ومن غير طبعا البوتنشال يا جماعه ما بيفرقلوش ريفرنس، فهنروح قايلين البوتنشال المفروض ان هو ايكوال تكامل الكلام اللي فات ده من شويه، خلينا بقى نجيبه من الاجابه هنا، خلينا نجيبه من ايه اوكي، تكامل واضرب في نيجاتيف، النيجاتيف بره اهي، الاكس باور 2 هيبقى اكس باور 3 على 3، الرقم ده دبليو على 2 سكويرد ده كتبته كده يتلزق جنبيه اكس على طول، وفي الانتجريشن المفروض يكون فيه طبعا ايه يظهر عندنا؟ كونستنت، كونستنت بره او جوه مش فارقه كتير. هو بيقول لك انا عايز الريفرنس ان في زيرو عند نيجاتيف دبليو على 2، فيبقى انا اجرب عشان اجيب الكونستنت احط عند اكس نيجاتيف دبليو على 2 احط الفي بزيرو، يبقى زيرو ايكوال نيجاتيف كيو اي على 2 ابسلون، مش هشغل بالي بيه خلاص، بدل الاكس حطينا نيجاتيف دبليو على 2، فيبقى هنا نيجاتيف دبليو باور 3 على 3 في 8 نيجاتيف، حط هنا بدل ال x w على 2 نيجاتيف w على 2 تقلب دي بوزيتيف على طول، فيبقى w باور 3 في 2 و4 تحت يبقوا 8 بلس كونستنت، خلي الكونستنت جوه البراكت احسن. يبقى انا هنا متوقع ان الكونستنت بتاعنا يكون كام؟ نيجاتيف w اوفر 3 بلس w اوفر 3 اوفر 8 واوفر 24. انا كده متوقع ان الكونستنت المفروض اللي يصفر الكلام ده كله يكون كام؟ يكون نيجاتيف الفرق اللي ما بينهم، يبقى عرفت ان الكونستنت المفروض يكون نيجاتيف الفرق اللي ما بين دول. طيب اللي هو كام يا سيدي؟ اللي هو 3 اوميجا باور 3 على 24، هو ده كده الكونستنت المفروض. يبقى ارجع تاني اري رايت الايكويشن بتاع الفي، يبقى الفي هيبقى ايكوال نيجاتيف كيو اي على 2 ابسلون نود
x باور 3 على 3 نيجاتيف اوميجا سكويرد على 4 x بلس الكونستنت اللي هو نيجاتيف 3 اوميجا سكويرد على 4 على 24 سوري نسيت ال 24. انا في حاجة عاملها غلط، 24 دي جت منين؟ خلاص تمام دي 4 زي ما هي. طيب اخر خطوة خالص ان انت هتتشلت ليه مش عايز ايكويجن اصلا للفي ده، عايز اعلى في اعلى بوتنشال. خلاص اعلى بوتنشال يبقى فين يا سيدي؟ الله اعلى بوتنشال انا كان ممكن اصلا اجيبه منين؟ ما هو البوتنشال السلوب بتاعه بيديك الكتريك فيلد، الديريفاتيف بتاعه بيديك الكتريك فيلد، لكنها مساله ماكسيمم ومينيمم صح؟ المفروض ان اعلى بوتنشال خالص موجود هو اللي عنده اقل انرجي، اوكي؟ او اللي عنده الكتريك فيلد بزيرو يعني. اعلى بوتنشال المفروض موجود، انا بعمل مساله تفاضل بفاضل ال V واساوي التفاضل ده بزيرو صح؟ فتفاضل ال V ده اللي هو الكتريك فيلد اساوي الالكتريك فيلد بزيرو، الالكتريك فيلد بزيرو كان عند الباوندرز، يبقى اعلى بوتنشال المفروض موجود عند الباوندرز، يبقى انا اعوض بدل ال X احط W على 2 او احط نيجاتيف W على 2، نيجاتيف W على 2 ده الريفرنس اللي عنده V زيرو، يبقى انا احط ال X ب W على 2. طب تاني عشان ممكن اكون لخبطتكم فيها دي، هو عايز اعلى بوتنشال انرجي، فالمفروض ان انا بعد بوتنشال الكتريك بوتنشال على في يعني، المفروض بعد ما جبنا ايكويشن للفي هنقلبها مساله ماكسمايز ومينيمايز. فبانها مساله ماكسمايز ومينيمايز انا بفاضل الفي واسوي التفاضل ده بزيرو، تفاضل الفي ده اللي هو الكتريك فيلد، يبقى انا عايز اركز على قانون الالكتريك فيلد ده اساويه بزيرو. لقيت ان هو بيتحقق امتى الشرط ده؟ بيتحقق لك مرتين، مره عند نيجاتيف دبليو على 2 بوزيتيف دبليو على 2، عند نيجاتيف دبليو على 2 قايل لك ان الفي بصفر ما تشغلش بالك بيه، يبقى انا دلوقتي اعوض باكس بكام؟ ببوزيتيف دبليو على 2، عوض هنا اكس بوزيتيف دبليو على 2 تشوف الاجابه تطلع انهي اجابه من دول. هتطلع لك الاجابه كام يا سيدي؟ حط بوزيتيف دبليو على 2، سيب الرقم ده كده بره، تقدر طبعا انت لغايه ما احسبها تعمل تجري الفيديو شويه. وهنا اكس باور 3 حطينا دبليو على 2 فيبقى في دبليو باور 3 24، هنا نيجاتيف W على 2 هيبقى نيجاتيف W باور 3 على 8. طبعا تجربة الفيديو انا لسه مخلصتش، مش مشكلة عادي بتحصل. هنا نيجاتيف 3 حاطين W على 2 فيبقى W باور 3 تحت في 8 في 24 تمام. لو انا في عملتها صح يعني اوميجا باور 3 تبقى 3 على 8 ماشي تمام. تقدر تسحب ال 8 دي، تقدر تحسب دول كلهم. بقول لك ايه، نجيب الموديل انسر واخلص، ولا انا فاضي ولا انتوا فاضيين. فيبقى دي هتطلع الموديل انسر بتاعها بي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.